كل القصص دي يا كابتن خالد دي اللي بتخلق حاله من عدم الاستقرار جوه نادي عريق زي نادي الزمالك. يعني الزمالك دلوقتي يعني معلش، يعني كل الناس عارفه انا زملكاوي. يعني الزمالك انا صعبان عليا النادي بتاعي انه كده بينهار. والله بص يا استاذ عمرو، احنا مشكلتنا انت زملكاوي؟ طبعا، وانا اول مره اعرف حضرتك زملكاوي. لا زملكاوي، وبينتقدوني ان انا استضفت كابتن احمد الشيخ وكابتن مروان محسن، بيقول لي طب فين اهو يا جماعه، اهو كابتن خالد الغندور ذات نفسه معايا. والله يا استاذ عمرو، بص عشان نكون منطقيين، احنا عندنا في مصر كل حاجه بتمشي بالود وبالحب وبالعشره، يعني مفيش حاجه باللوائح. ففكره ان انا اقول الزمالك هيلعب يوم الاحد، يعني هيلعب يوم الاحد، طب الزمالك عايز، ومصر مقصه موافقين يوم الثلاث، لا اصل انت عندك ماتش الاربع. طب حضرتك انت تاريخك كاتحاد كوره على مدار سنوات طويله، هل تاريخ بيقول ان انت تطبق اللوائح ولا لا يمكن تاجل مباراه؟ لا مش حقيقي الكلام ده.